خذ اسأل إله الواحد أمين تحل عليه نعمته ورحمته وبركته إلى أبد الآبدين وإلى دهر الدهرين كلها أمين. أتكلم النهاردة بنعمة المسيح على النوم الأول في الثالوث اللي هو الله الآب. اتكلمت على لاهوت الابن وتكلمت على لاهوت الروح القدس وتكلمت على أن نعبد إله واحد مثلث الأقانيم، الله واحد مثلث الأقانيم. والحقيقة حاسس النهاردة يعني عايز أتكلم عن الله الآب. يتكلموا عن الله وينسوا تماما أن الله الآب والابن والروح القدس، وإحنا كمسيحيين نؤمن بهذا الثالوث. ما هواش تسميع من عندنا إن إحنا نسمي إن الله الأقنوم الأول أو الأقنوم الأقانيم الثلاثة اللي هو الآب، نسميه الآب ده يعني كأنه تسمية من عندنا إحنا كمسيحيين. ده هذه التسمية وهنشوف هل هي موجودة في العهد الجديد بس، لكن هنلاقي الحقيقة كمان موجودة في العهد القديم أيضا. وعشان بس أبدأ زي ما متعود نقرأ جزء من سفر إشعياء، نبوة إشعياء أصحاح 63 وأصحاح 64. أصحاح 63 ومن عدد 10: ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدوا وهو حربهم، ثم ذكروا الأيام القديمة موسى وشعبه، أين الذين أصعدهم من البحر مع راعي غنمه، أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه الذي سير ليمين موسى ذراع مده، الذي شق المياه قدامهم ليصنع لنفسه اسما أبديا. بيتكلم على أعمال الله لبني إسرائيل، الذي سيرهم في اللجج كفرس في البرية فلم يعصروا، كبهائم تنزل إلى الوطاء روح الرب أراحهم. هكذا قدمت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد. وبعدين بيقول: تطلع من السماوات وانظر من مسكن مجدك. يعني بيتكلم الواحد يقول له: يا رب يعني شوف انت تعبت مع شعبك او يعني عملت معاهم اعمال كثيره، فتطلع من السماوات وانظر من مسكن مجدك، من مسكن قدسك ومجدك، اين غيرتك وجبروتك؟ زفير احشائك ومراحمك نحو امتنع. فانك انت ابونا، وان لم يعرفنا ابراهيم وان لم يديرنا اسرائيل، انت يا رب ابونا ولينا منذ الابد اسمك. احنا بنتكلم على الله ان هو اب. انت يا الله ابونا، انت يا رب ابونا ولينا منذ الابد اسمك. دي الحقيقه في نبوه اشعياء اصحاح 63 من عدد 15 وعدد 16. وايضا الاصحاح اللي بعديه اصحاح 64 في نبوه اشعياء ومن عدد 8: والان يا رب انت ابونا، نحن الطين وانت جابلنا وكلنا عمل يديك. فهنا بيتكلم على الله ان هو ابونا او الله ان هو الاب، وبيتكلم ان هو الخالق ايضا. انا اتكلمت المره اللي فاتت على صفات عامه لهذا الاله، تكلمت على صفات عامه لهذا الاله، والحقيقه حابب النهارده اكمل معاكم على الله الاب. الله الاب والسيد المسيح لو المجد اتكلم كتير عن علاقه الابن بالاب وعلاقته ان هو سيرسل الروح القدس، علاقته كمان بالروح القدس، الى درجه ان من كتر حديث السيد المسيح لو المجد عن الاب التلاميذ اشتاقوا انهم يروا الاب. وهنشوف دلوقتي قبل ما نقرا الجزئيه دي، انا بس عايز اوضح شويه حاجات. كلمه اب معناها اصل، الاصل. كلمه اب معناها الاصل،
يعني اصل احنا اتكلمت في من المره اللي قبل اللي فاتت على وجود الله، تكلمت على وجود الله، ادله على وجود الله، وقلت ان لابد ان يكون لهذا الكون اللي احنا موجودين فيه خالق اوجده، اللي احنا بيسموه الناس اللاهوتيين عله الوجود او واجب الوجود، اللي هو اوجد هذا الوجود. و فبالتالي اصل هذا الكون او اصل الكل هو الاب، كلمه اب معناها الاصل. ويمكن حقيقه الكلمه دي هم حاليا مش مستعملينها كتير، لكن هفكركم بس يعني ايه الاصل. زمان لما كان حد يروح يسافر في القطر ولا الكلام ده، كنا واحنا نروح نقطع تذاكر في القطر او تذاكر، فبيقول لك ايه؟ ذهاب واياب. اياب هم حاليا غيروا كلمه اياب دي، لما بدأنا نستعملها ونقول لهم كلمه الاب دي معناها الاصل، فبداوا يغيروها. للاسف ان هم يعني مش عارف يعني الناس دي بتفكر ازاي، بتوع اللغه العربيه لازم يعني يكونوا ثابتين، اللغه ثابته. صحيح اللغه تضاف ليها كلمات جديده، لكن الكلمه تفضل بالمعنى بتاعها. فمعنى كلمه اب اي الاصل. فاقول لك انا رحت قطعت تذكره ذهاب واياب. ذهاب يعني مثلا واحد مثلا مسافر مثلا من القاهره رايح اسكندريه، او من اسكندريه رايح القاهره، فيقول لك ذهاب واياب. اياب يعني هو ذهب الى القاهره، اياب الى الاب، الى الاصل او المصدر اللي هو خرج منه، المحطه الاصليه اللي خرج منها. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لان عايز بس اوضح ان كلمه اب لا تعني تناسل. لما احنا بنقول الله الاب، مش معنى ان الله اتجوز وخلف او انجب ابن وانجب الروح القدس، لا. فهنا كلمه الاب معناها الاصل، الاصل. فحتى التعبير ده في المعاجم بتاعت اللغه العربيه تلاقي كلمه الاب اللي هو الاصل. فالاب او الاصل، اصل كل شيء، اللي هو واجب الوجود. الله الاب زي ما بيقول الكتاب المقدس، الله لم يره احد قط. في انجيل يوحنا 1 من عدد 16 وعدد 18 بيقول كده، الله لم يره احد قط. الله لم يره احد قط. فاللاهوت اللي هو واجب الوجود محدش شافه. طيب مين يقدر يقول لنا الله ده ايه؟ بيقول كده، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. الابن اللي هو السيد المسيح له المجد، صوره الاب، صوره الاب. زي ما احنا شفنا كده في المره اللي فاتت، قال لك صوره الاب غير المنظور بكر كل خليقه. بكر كل خليقه يعني معناها ان هو عله كل خليقه، او هو برضو اصل كل خليقه. كلمه هنا برضو بكر معناها الاصل او اصل كل خليقه، أو ما هو أوجد هذه الخليقة. فبالتالي الآب هو الأصل، هو الذي يرجع عليه علة كل الوجود. علاقة الآب بالابن وعلاقة الآب بالروح القدس زي ما أنا قلت المرة اللي فاتت، اللي هو زي المثلث، الآب والابن والروح القدس، الثلاثة من جوهر واحد، والثلاثة لهم صفات، نفس الصفات، لكن الصفات الجوهرية أو صفات الأقنومية، اللي احنا الكلمة احنا قلنا أقنوم كلمة سورانية، الصفات الأقنومية أو صفات الذاتية لكل واحد فيهم. الآب هو الأصل، الابن هو صورة الآب، الروح القدس هو منبثق من الآب. والحقيقة الآباء حاولوا يوضحوا لنا الكلام ده كتير، وادولنا أكتر حاجة بتعبير النار. النار قال ان هي النار ذات النار اللي هي نفس المكان الموجوده فيه النار. النار تخرج منها حراره ويخرج منها ضوء. النار موجوده في نفس المكان ويخرج منها حراره ويخرج منها ضوء. والحراره والضوء مع النار دي ما نقدرش نفصلهم عن بعض، فممكن يقول لك نور النور، او محتاجين حراره ولع النار عشان عايزين حرارة. فهي في الحرارة والنور يعني والجوهر الحرارة نفسها، الثلاثة هم واحد. أنا بس بحاول أوضح عشان يبقى كل التعبيرات
او كل الفكر اللي احنا بنتكلم عليه واضح في ذهننا. فهنا الله الاب، او هو الاب يعني الاصل كل شيء، اصل كل شيء. وكلمه الاب زي ما احنا شفنا دلوقتي موجوده في العهد القديم، موجوده في العهد القديم مش بس في سفر اشعياء، دي موجوده كمان في سفر التكوين اصح 6 من عدد 2، يقول لك راى ابناء الله ان بنات الناس انهن حسنات. ابناء الله اللي هم الناس لشيس اللي هم اتبعوا الله، وبنات الناس انهن حسنات، فبنات الناس اللي هم يعني خرجوا على يعني لم يريدوا ان الله يملك عليهم وخرجوا عن طاعه الله وما هماش بيعبدوا هذا الاله الحقيقي، فبالتالي سموهم ابناء الناس. اما من استمروا في عباده هذا الاله ويعرفوا هذا الاله اللي هم شيس سماهم ابناء الله. فهنا ابناء الله او هذا التعبير الآب يقصد به الإله، يقصد به الإله أو الأصل. وهذا التعبير أنا اتكلمت قبل كده لم على إن حتى الديانات الوضعية أو الديانات اللي هي ما هياش اليهودية طبعا، ولا هي الديانات اللي هي سموها الوثنية، حتى كانوا بيدعوا آلهتهم آباء، يدعو الإله بتاعه أبوه. فكلمة أب هنا معناها هو يقصد به مش أب اللي هو خلفه، يعني الأب اللي هو الأصل بتاعه أو مصدره، المصدر وجوده هو. ويمكن الواضحة أوي في الديانة المصرية القديمة لما كانوا يخاطب مثلا الرب أمون الإله المصري القديم، فكان بيقول له يا أبي أمون يا أبي أمون يا أبي أمون، أو يا أبي رع، أو يا أبي، يعني بيدعو الإله بتاعه كلمة أب. في طبعا كلمة إله اللي هو، وكان يقصد بكلمة إله اللي هو القوة التي خرج منها أو انبثق منها الكون، لكن أيضا علاقته به، فكان بيقول له إن هو أبوه. فكلمة أب هنا معناها المصدر، معناها الأصل، معناها الذات الإلهية، الذات الإلهية. ويمكن السيد المسيح له المد في إنجيل معلمنا متى أصحاح 23، أصحاح 23 ومن عدد 9، بيقول لهم لا تدعوا لكم أبا على الأرض، لا تدعوا لكم أبا على الأرض. يمكن إخواتنا اللي هم ما عندهمش الكهنوت فسروها تفسير خاطئ، ان هو يعني معناها ما تدعيش لكم اب معناها ان هو الاباء الكهنه. لا، هنا كان يقصد، عشان كده كان السبب لا تدعوا لكم عن اب اب على الارض ليه؟ اللي هي في انجيل معلمنا متى صح 23 ومن عدد 9، لا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد الذي في السماوات، اباكم واحد الذي في السماوات. هنا اباكم واحد اللي هو الله الواحد اللي هو في السماوات. فهنا قال له، عايز يقول لهم ما تدعوش لكم آلهة على الأرض، نفس التعبير اللي استخدمه ربنا له المد في الوصايا العشر، في الأول وصية التي أعطيت لموسى، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. فهنا أنا الرب إلهك، الرب إلهك تسجد وإياه واحد تعبد، الرب إلهك واحد، اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. فهي هنا نفس التعبير، لأن أباكم واحد الذي في السماوات، أباكم واحد هنا يعني إلهكم واحد الذي في السماوات. فإن تعبير الآب هنا لا يعني الأبوة من ناحية الكهنوت أو الأبوة الجسدية، لأن الحقيقة هنلاقي بعد كده القديسين في الكتاب المقدس نفسهم استخدموا كلمة أب، عشان كده بولس الرسول يقول لهم لكم مرشدين كثيرين لكن ليس أباء، أنا ولدتكم في قيودي، تيمساوس الابن الصريح في الايمان، تيتوس الابن الصريح في الابن تيتوس. فكل هذه التعبيرات، تعبير الاب دي لا يعني الابوه الجسديه، انا بسترسل في الكلام ده كله وبجيب الحاجات دي كلها من الكتاب المقدس عشان ما حدش يفتكر ان اب معناه ان هو عنده عيله ومخلف وعنده ولد ومتجوز. لا، اب هنا معناها الاصل او الاله الذي اوجد هذا الكون.
الاله الذي اوجد هذا الكون. فهنا الاب، وطبعا انا اتكلمت عن الابن واتكلمت عن الروح القدس، مش هعيد الكلام اللي اتكلمته، لكن هي اللي متابع معايا الحلقات النهارده هيقدر يفهم قوي قوي معنى او اقنوم الاب. فهنا الاب معناها الاصل، معناها الجوهر. الاب معناها القوه الالهيه. الاب هنا زي ما قال في الكتاب المقدس انت ابونا ولينا، ان هو انت الهنا يعني ولينا، يعني انت المسؤول عننا، احنا ما نعرفش حد غيرك. وربط كمان في اشعياء ما بين الابوه وما بين الخلق، انت ابونا جابلنا او خالقنا، فانت الاب او الذي خلقنا. والسيد المسيح له المجد في الحديث وفي الموعظه على الجبل، قال لهم كده متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات. ابانا هنا يعني الهنا الذي في السماوات، فاحنا بندعو اب لان هي لا نتعامل معاه من او نتعامل مع الله ان هو منطلق بس قوه جباره وقوه، لكن نتعامل مع ان هو في علاقه تربطنا بيه لان هو اللي خلقنا. وهذه العلاقه يمكن كمان زادت اكتر لما جه المسيح له المجد اللي هو صوره الاب، صورة الآب اللي هو أعلن لنا من هو الله، وأخذ طبيعتنا فتبنانا وأصبحنا نحن كمان أكثر أبناء لي أكثر من خلال السيد المسيح لما أخذ جسدنا. فالحقيقة دي كلمة لا تدعوا لكم أبا على الأرض، مش مقصود بيها إن هي إهانة للكهنوت، لا بالعكس، دي هي هنا لا تدعوا لكم أبا على الأرض إن أباكم واحد الذي في السماوات، مقصود بيها إلهكم واحد الذي في السماوات. والسيد المسيح لو ما نتكلم كتير قوي قوي عن الاب، واول من الحقيقه نسمع على تعبير الاب زي ما احنا شفنا في العهد القديم، وكمان في العهد الجديد لما ظهر الملاك جبرائيل للعذراء وبشرها قال لها كيف، قلت له كيف يكون لي هذا وانا لم اعرف رجل، فقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، العلي اللي هو الآب يعني، تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فهنا يدعى ابن الله يعني الذي يحمل صورة هذا الآب، صورة هذا الآب اللي هو صورة الآب ذكر كل خليقة أو صورة الآب غير المنظور. فمن أعلن لنا الآب اللي هو الابن له المجد. وفي في حادثة المعمودية السيد المسيح لما نزل نهر الأردن، القديس يوحنا المعمدان شاف كده الروح القدس نازلا من مثل حمامة ومستقرا عليه، وصوت من السماء يقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. وفي حادثة التجلي كمان عندما جاء موسى وإيليا و وتغيرت هيئة السيد المسيح وصار وجهه يلمع لمعان غير عادي، لدرجة ان التلاميذ نفسهم افتكروا نفسهم ان هم في النهار او ان هو كان بالليل من شدة بهائه ومن شدة ضياء وجهه، وسجدوا على الارض. وجاء صوت من السماء يقول لهم هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا، له اسمعوا. فهنا صوت الاب بيخاطب ده ابني الحبيب. كل هذه التعبيرات او كل هذه الايات كيما ادل ان الاب هو الاقنوم الاول او اقنوم من الاقانيم الثلاثه اللي هو الاب والابن والروح القدس. وانا اتكلمت، انا مش هعيد الكلام اللي كلمته الاسبوع اللي فات على الثالوث، لكن بس بحب اوضح من هو الاب. في صفات جوهريه للآب وصفات جوهرية للابن وصفات جوهرية للروح القدس. هذه الصفات الجوهرية وهذه الصفات الأقنومية، كل صفات جوهرية كل واحد فيهم بنفس هذه الصفة دي في الثاني، يعني ما فيش واحد فيهم مختلف عن الثاني الصفات اللي هقولها دلوقتي. لكن الصفات الأقنومية كأقنوم، الآب هو آب والابن هو ابن والروح القدس هو الروح القدس. الآب هو المصدر، الآب هو المصدر أو هو الـ زي ما قلت تعبير النار، وجود النار. الابن هو صورة الآب
او مولود من اب، الروح القدس هو روح، هو المنبثق من الاب، انبثاقه من الاب او هذا الخروج. يعني بس كلمه انبثاق ساعات الناس مش عارفه معناها ايه، انبثاق يعني خروج، اللي هو منبثق يعني خارج من الاب. عشان كده الابن مولود من الاب والروح القدس منبثق من الاب. هذه الاقانيم الثلاثه، الاب والابن والروح القدس، الاب والابن والروح القدس، ما يقوم عليها الجوهر الالهي. اما الصفات الجوهريه في كل واحد فيهم، اصل دي الصفات الاقنوميه، يعني الصفات كل واحد فيهم هو ايه؟ الصفات الجوهريه او صفات كل واحد فيهم هنلاقيهم متشابهين مع بعض في نفس هذه الصفات. على سبيل المثال انا قلت قبل كده عن صفات الله، ولما اتكلمت الحقيقه عن صفات السيد المسيح له المجد كنت بتكلم على صفات الله، بتكلم عنه، وبعد كده اتكلم عن المسيح نفس هذه الصفات. على سبيل المثال كلمه صفه الحق، صفه العقل، صفه الحكمه، صفه المحبه، صفه الحياه، صفه القوه، صفه الفهم، صفه المشوره، صفه العدل، كل هذه الصفات موجوده في كل واحد فيهم. يعني ما فيش واحد فيهم متميز عن الثاني بصفه ما فيهاش في الثاني، والا بالتالي يكون كل واحد فيهم ناقص عن الثاني. لكن هم من حيث هذه الصفات كل واحد فيهم له نفس الصفات. انا الحقيقه هحاول هجيب دلوقتي ايات كثيره من الكتاب المقدس على الاب، لكن بس حبيت اوضح في البدايه ما المقصود بكلمة الآب. الكتاب المقدس مليان آيات على الله الآب، وبيتكلم كده صراحة كده الله الآب. أنا هذكر هذه الآيات اللي هي بتكلم الله الآب مباشرة، وهجيب بعد كده الآيات اللي هي بتكلم على الآب بس. على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ما هو موجود في رسالة يوحنا الأولى صح 6 من عدد 27، سوري إنجيل يوحنا صح 6 من عدد 27. إنجيل يوحنا 6 طبعا بيتكلم على المسيح اللي هو خبز الحياة، قال لهم اعملوا لا للطعام البائت بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. الختم هنا خدوا بالكم من الختم هنا اللي هي مقصود بها الروح القدس، فقد ختمه يعني قد أيده أيضا من خلال الروح القدس اللي هو يرسله المسيح باسمه، سيرسله الآب باسمه. يعني الروح القدس سوف يأتي وسوف يشهد للمسيح أن هو الله الإبن، أن هو صورة الآب. عشان كده في تعبيرات كتيرة قوي في الكتاب المقدس بيقول لك المسيح كان بيتكلم معهم، يقول لك وكان يتكلم معهم عن صلبه وقيامته وآلامه، ولم يفهموا انه كان يتكلم عن هذا، رغم كان بيتكلم بوضوح. يقول لك وفهموا هذا عندما قام من الاموات وارسل الروح القدس. ففهموا او الفهم اللي هم الحقائق الايمانيه فهموها من خلال عمل الروح القدس، فهنا هذا الله الآب قد ختمه. هنا بيتكلم عن الله الآب قد ختمه، هنا بيتكلم عن الابن والله الآب والخدم اللي هو الروح القدس. في غلاطية الأصحاح الأول ومن عدد الأول يقول بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. بيسوع المسيح والله الآب، والحقيقة كلمة الواو دي يعني والله الآب دي، يعني التعبير ده في اليوناني بياخد نفس الزمن، يعني ما هماش عطف للمعية يعني ده مع ده، لا عطف صفات عطف صفة على صفة، عطف صفة على صفة، يعني لا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب، يعني الاثنين معطوفين على بعض كأنهم هم واحد. يعني هنا بيتكلم على يسوع المسيح والله الآب الذي أقام من الأموات. غلاطيا 1:3 نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، فهنا الله الآب وربنا يسوع المسيح. أفسس 6:23
سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. حين بتكلم عن الله الآب بنفس التعبير الله الآب ويسوع المسيح. في فيليبي 2 آية 11 ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. الآية دي في منتهى القوة تدل على لاهوت السيد المسيح له المجد. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. يعني الله الآب احنا عارفين ان ده هو الأقنوم الأقانيم الثالوث، ان يسوع المسيح رب لمجد الله الآب. المجد اللي هو يعني اللاهوت، يعني هو رب هو الله، الله الظاهر في الجسد، ما هوش انسان، لا هو الله. هنا هذا التعبير في منتهى القوه وفي منتهى كل واحد كده يفكر في هذا التعبير اللي قاله الكتاب المقدس اللي هو موجود في فيليب 2 عدد 11 اعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب. كولوسي 2 عدد 2 لكي تتعزى قلوبهم مقترنه في المحبه لكل فينا يقين الفهم لمعرفه سر الله الاب والمسيح. ايه سر الله الاب والمسيح ده؟ هذا السر هقولهولكم دلوقتي، هنشوف هذا السر، السر الآب ويسوع المسيح. إيه هو السر؟ إيه هو هذا السر؟ نعم هذا السر طبعاً، قال كده هذا السر عظيم، وهيتكلم عنه السيد المسيح له المجد في إنجيل معلمنا يوحنا صح 14، بس هخلص بس الآيات دي وهرجع أوضح علاقة الآب بالابن. فهنا كولوسي 2 من آية 2 لكي تتعزى قلوبهم بمقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. في تسالونيك الأولى صح 1:1 بولس وسلوانس وتيمساوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. هنا الله أبينا نتكلم عن الله أبينا يعني إلهنا، فهنا زي ما قلت قبل كده كلمة آب معناها تعني ان هو ان هو ان هو الاله، وهنا بيأكد كمان الله ابونا علاقه قويه، علاقه تربطنا بالله الاب او تربطنا بالله ان هو متعامل مع ان هو ابونا. نعم من هي دي هيدي المسيحيه، هيدي المسيحيه. الله خلق الانسان وما فصلش الانسان عنه، لا هو بيربط الانسان بيه، بيحاول يرجعه مره ثانيه. لما الانسان اخطا وفصل وانقطع العلاقه اللي بينه وبين الله، جه المسيح نفسه واخذ جسدنا عشان يردنا مره ثانيه ليه. لما الانسان اخطا واستحق الموت، اجره الخطيه هي موت، المسيح نفسه بهذا الجسد بتاعنا مات عننا. وعشان ما يرجعش الموت يتسلط علينا مره ثانيه، قام المسيح من بين الاموات وصعد الى السماء ودخل بالجسد بتاعنا الى الاقداس. هو هي دي المسيحيه، هي دي علاقتنا بالله، الله الاب. عشان كده بيقول فالله الاب والرب يسوع المسيح نعمه لكم وسلام الله ابينا والرب يسوع المسيح. دي تسالونيك الاولى 1:1. تيمساوس الثانيه 1:2 الى تيمساوس الابن الحبيب. هنا تيمساوس الابن الحبيب، فانا كلمه لا تلعب لكم ابا عبد مش مقصود بيها ان هي ما فيش علاقات روحيه او علاقات جسديه، ان احنا كل واحد يقول لابوه يا ابي او الاب يقول لابنه يا ابني، لا هنا كان يقصد بيها لا تدعوا لكم الهه اخرى امامي على الارض لاني الرب الهكم واحد في السماوات. الى تيمساوس الابن الحبيب نعمه ورحمه وسلام من الله الاب والمسيح يسوع ربنا. من الله الاب والمسيح يسوع ربنا. تيمساوس الثانيه من اصحاح 1:2. تيتوس اصحاح 1:4 الى تيتوس الابن الصريح حسب الايمان المشترك نعمه ورحمه وسلام من الله الاب والرب يسوع المسيح مخلصنا. الله الاب والرب يسوع المسيح مخلصنا. هنا بيتكلم في اماكن ان الله مخلصنا، بيتكلم هنا عن يسوع المسيح مخلصنا. ورساله يعقوب الاصحاح الاول من عدد 27 ادانا الطهاره النقيه عند الله الاب هي هذه افتقار اليتامى والارامل في ضيقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من هذا العالم. الله الاب
هنا بتكلم برضو هنا على الله الآب، يعقوب 1 من عدد 27. كل هذه الآيات لكي ما أبين العلاقة ما بين الآب وما بين الابن، أو العلاقة بين الله الآب والله الابن. في نفس الرسالة، رسالة يعقوب صح 3 من عدد 9، بيتكلم عن اللسان وازاي اللسان ده خطير، بيقول كده: به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين تكونوا على شبه الله. فهنا بيتكلم على اللسان ازاي نبارك به ربنا. ورسالة بطرس الرسول الأولى صح الأول من عدد 2، بطرس الرسول الأولى صح الأول من عدد 2 بيقول: مقتضى علم الله الآب. فهنا الله الآب الخالق، الله الآب اللي أوجدنا، الله الآب المخلص، الله الآب هنا العالم. بعلم الله الآب السابق في تقديس الروح ورش دم يسوع المسيح لتكسر لكم النعمة والسلام، لتكسر لكم النعمة والسلام. وطبعا القديس بطرس الرسول كان شاهد لحادثة التجلي، فاتكلم عنها كمان في رسالته الثانية الإصحاح الأول من عدد 17: لأنه أخذ من الله الآب، كلام عن المسيح يعني، أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. فأنا بتكلم على المجد والكرامة اللي هو مجد اللاهوت والكرامة الإلهية. هو أخلى ذاته من كل هذا المجد، وجاء أخذ جسد إنساني وسلك سلوك إنساني كامل ومات من أجلنا. وعشان كده في حادثة تجلي ظهر بقى بصورته الإلهية، صورة مجده. في رسالة يهوذا الأصح، طبعا يهوذا صح واحد، رسالة يهوذا العدد الأول يقول: يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المدعوين المقدسين فالله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح. فهنا بيتكلم عن التقديس من خلال الله الآب، هو مصدر التقديس، بيتكلم على الله الآب إن هو مصدر العلم، بيتكلم على الله الآب إن هو مصدر الخلاص، بيتكلم على الله الآب اللي هو الخالق واللي هو أوجد الإنسان في على صورته ومثاله، على صورة ابنه ومثاله اللي ابنه كان هيجي ياخدها في الزمان. كل هذه الآيات اللي بتتكلم عن الآب، وطبعا في آيات كتير قوي بتتكلم على الآب بس، لكن بحبيت أتكلم على كلمة بس الله الآب، يعني واضحة قوي معرفة بالاثنين الله الآب. في آيات كتير بتتكلم على الآب بس من غير كلمة الله الآب، لكن الحقيقة حديث السيد المسيح له المجد الكتير قوي عن الآب خلى التلاميذ يتسألوا وقالوا له كده في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 14، يقول لهم أنا هقرا الإنجيل الصح من عدد من أول العدد عشان نقدر نفهم مع بعض: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنوا بالله فآمنوا به. تؤمنوا بالله يعني تؤمنوا بالآب يعني، فآمنوا به. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإن كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا. هي هنا هذا التعبير بيقول لهم في بيت أبي منازل كتير، في أماكن كتير تسع لكل الناس، لكن لو تفتكروا لما كانش في أماكن كنت أقول لكم أنا هروح أمضي وأعد لكم مكان، ومتى مضيت وعدت لكم مكان آتي وأخذكم إليه. عشان كده بقول لهم: وان مضيت وعدت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكون انتم ايضا. وبعدين بقول لهم ايه؟ وتعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. انا رايح فين؟ انا رايح السماء، راجع تاني للمجد بتاعي، راجع تاني للملكوت. المسيح جاء من السماء وهيرجع تاني للسماء. عشان كده قال لهم: تعلمون حيث انا اذهب وتعلمون الطريق. فقال له توما: يا سيد، لسنا نعلم اين تذهب، فكيف نقدر ان نعرف الطريق؟ قال له: احنا مش عارفين انت رايح فين، عشان كده مش نعرف الطريق. هو كان في ذهنه طريق بشري او رايح مكان بشري. المسيح عمال يقول لهم: رايح للسماء، في بيت ابي منازل كثيره، لا تضطرب قلوبكم، انا امضي لابي، رايح الملكوت مره، راجع السماء مره ثانيه، المكان اللي انا فيه مجدي. فكل هذه التعبيرات الحقيقه، وتوم يقول له: يا رب طب احنا مش عارفين السكه الطريق فين عشان نعرف الطريق. الفكر، الانحسار الفكر في امور بشريه مش ممكن يخلي الانسان يفكر فكر
أو يوصل للفكر الإلهي أو يوصل لأفكار روحية، أفكار روحية. فهنا قال له إحنا مش عارفين الطريق فين، عشان فبالتالي مش هنعرف الطريق. فقال له، قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. محدش هيجي الآب، محدش يوصل للسماء إلا بي. من غير المسيح ما فيش وصول للسماء. من غير المسيح ما فيش وصول للملكوت. من غير هذا الإله الحقيقي، معرفة هذا الإله الحقيقي اللي هو الإله المثلث الأقانيم، مش هيقدر الإنسان يوصل للملكوت. عشان كده كامل السيد المسيح: لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. لو أنتم عارفين المعرفة الحقيقية زي ما احنا دلوقتي عارفين، يعني كنت عرفت أبي أيضا. الإنسان اللي يقدر يعرف الابن يقدر يعرف الآب. عشان كده: ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. تعرفوا مين؟ تعرفوا الآب. قال لهم كده، قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه، شفتوه بعينيكم. رؤية طبعا، شفتوه فين؟ عشان كده قال له فلبس، توما سأله سؤال، فلبس رد عليه، بس رد على المسيح بسؤال تاني: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. احنا عايزين نشوف الآب، بس عايزين نشوف اللاهوت. عشان كده تفتكروا قال لهم كده: لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش. موسى لما حب يرى مجد اللاهوت قال له كده: لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش. وفي نفس الإنجيل، إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، الآية اللي ذكرتها في أول الحديث النهاردة معاكم، قال لهم كده الله، يوحنا 1:18: الله اللي هو اللاهوت الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. هو أعطانا خبر عن هذا الإله، هو الذي أعلن لنا من هو هذا الإله. فالله لم يره أحد قط، اللاهوت اللي هو الأصل الآب محدش شافه، وحتى الروح القدس لا يستطيع الإنسان أن يراه. احنا نرى فقط، أو رأينا فقط الابن عندما أخذ جسد إنسان زينا، عندما أخذ طبيعتنا شفناه. ففلبس بيقول له كده: يا سيد، أرينا الآب وكفانا. احنا عايزين نشوف الآب بس وكفاية. زي ما وأنا بتكلم من شوية، يمكن في حد كده قال نفسنا نشوف الآب، هيطلع مين الآب دوت اللي هو بيتكلم عليه النهاردة أبونا. عشان كده قال له: أرينا الآب وكفانا. فالسيد المسيح قال له إيه؟ قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذا مدته يا فلبس، ولم تعرفني يا فلبس. أنا معاك الزمان ده كله، أنا معاكم لي 3 سنين أو أكثر من 3 سنين، 3 سنين وكم شهر. الحديث ده كان حديث السيد المسيح لو مات قبل في الأسبوع الأخير، يعني قبل ما يتصلب. فقال له فلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا مدته ولم تعرفني يا فلبس. الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ الذي رآني فقد رأى الآب. أنت عايز تشوف الآب؟ المسيح. لا، ليست هناك رؤية للآب، ليس هناك معرفة للآب بعيد عن المسيح. عشان كده قال لهم: الذي رآني فقد رأى الآب. ألست تؤمن إني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن آب الحال في هو يعمل الأعمال. وكده بيكمل: صدقوني إني في الآب والآب في، ولا فصدقوني سبب الأعمال نفسها. إيه هي الأعمال دي يا رب؟ أعمال السيد المسيح له المجد هي أعمال الله، المعجزات والعمل اللي عمله السيد المسيح اللي هو إحياء الطبيعة البشرية الإنسانية لما أخذ جسدنا، دي كلها هذه أعمال الله، أعمال الله، أعمال الآب. قال لهم كده: أنا بعمل هذه الأعمال. لو ما صدقتونيش إن أنا اللي يشوفني يشوف الآب، اللي عايز يشوف الآب يشوف الآب فيا. ما صدقتونيش، طب صدقوا الأعمال اللي بعملها إنها كلها تشهد لي، تشهد إن أنا كل هذه هي أعمال الله. كل هذه الامور، كل هذه الامور، يجي واحد يقول لك ايه؟ في فين الاب والابن والروح القدس؟ الكتاب المقدس مليان: من يريد ان يعرف
الله يستطيع، من لا يريد، ده حاجة تانية. عشان كده قال لهم كده: من رآني فقد رأى الآب. و طبعا الكلام اللي قبليها في قال لهم كده: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، في نفس الإنجيل معلمنا يوحنا أصح 12، بيتكلم على إن هو نور العالم، بيتكلم على إن هو عارف بكل شيء، وإن هو موجود قبل كل الدهور. الآيات اللي أنا ذكرتها قبل كده على لاهوت السيد المسيح ده، والمال قال لهم كده: أنا والآب واحد، أنا والآب واحد. عشان كده يقول لك: فتناول اليهود حجارة ليرجموه، اللي هو في إنجيل يوحنا صح 8. قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا في وسطهم، وهكذا مرة. ليه؟ لأنهم قال لهم في نفس الأصحاح: أنا والآب واحد، أنا والآب واحد. الأصحاح أصحاح 8 من إنجيل معلمنا يوحنا: أنا والآب واحد. هو والآب واحد، نعم، هو والآب واحد، نعم. من رآني فقد رأى الآب. ده قال له، ده كان سؤال مباشرة من فلوبس، من أرينا الآب وكفانا، عايزين بس نشوف الآب. قال لهم: من رآني فقد رأى الآب. ما هياش التفسيرات اللي بيحاول البعض يجيبها وعشان يوضح أمور بعيدة عن كل البعد عن لاهوت الابن، او لاهوت الروح القدس، او لاهوت الاب. فالاب هو الماستر، هو اصل كل، اصل الكل. السيد المسيح له المجد، هو صورة الاب غير المنظور، هو الذي اعلن لنا وخبر لنا من هو الله. كل اعمال السيد المسيح له المجد تشهد ان هو في الاب والاب فيه. من رآني فقد رأى الاب. كل من تلامس مع سيد المسيح شاف كل الصفات الإلهية عملها سيد المسيح له المجد. عشان كده أنا لما بدأت في هذه الحلقات بدأت بلاهوت السيد المسيح عشان بس أبرهن إن من هو الله، وأبرهن كمان عن هذا الإله. كل هذه الأمور بدأت توضح قدام عينينا دلوقتي، بدأت توضح صورة الآب، صورة الابن، وصورة الروح القدس، صورة الروح القدس. الحقيقة فيه حبة آيات كتير في الكتاب المقدس، أنا حابب بس مش هقف عند كل الآيات، لكن بس أحاول أشارككم في بعض هذه الآيات. على سبيل المثال، صفات هذا الإله اللي هو الله المثلث الأقانيم، أنا قلت إن هو حكيم ومحب، و بيقول لهم كده في روميا أصحاح 16 وآية 27: لله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد إلى الأبد آمين. لله الحكيم، فإن بيتكلم على الله الحكيم، وبعد كده بيسوع المسيح طبعا بيتكلم إن هو الله المثلث الأقانيم، اللي هو ويقصد هنا بالحكيم كمان اللي هو الله الآب والله الابن أحد. في تيمساوس الأول الأولى صح 1:17: وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، ملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى، الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى دهر الدهور أمين. الإله الحكيم وحده له المجد والكرامة إلى دهر الدهور أمين. ورسالة يهوذا عدد 25 بيقول لهم: الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. أنا بتكلم الإله الوحيد الحكيم مخلصنا، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. طب هنا مين هو الأب الخلاص؟ الأب الخلاص الابن. فبالتالي الإله، خدوا بالكم من الإله الحكيم الوحيد، الإله الحكيم الوحيد، هنا الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى أبد إلى كل الدهور أمين. الصفات اللي ذكرتها عن هذا الإله، إن هو حكيم، إن هو قوي، إن هو حي، إن هو مصدر الحياة، إن هو الحق، دي كل هذه صفات عن هذا الإله. المسيح له المجد، هو صورة الآب غير المنظور، من رآني فقد رأى الآب. فأنا بتكلم عن الإله الحكيم الوحيد مخلصنا. يهوذا أصحاح الأول، يهوذا العدد 25.
سورة يهوذا آيات 25. والكتاب المقدس بيتكلم على الحق، هنا بيتكلم على الحكيم، بيتكلم على الحق، والإنسان بيشهد الحق يعني بيشهد لله. وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، ما هو في رسالة يوحنا الرسول الثالثة عدد 3، لأن فرحت جدا إذ حضر إخوة شهدوا بالحق الذي فيك، الحق الذي فيك، كان بيتكلم هنا لغايس، كما أنك تسلك بالحق، كما أنك تسلك بالحق، سلوك بالحق يعني وهنا بيتكلم على سلوكه بالحق يعني حسب الله، وهنا شاهد بالحق اللي جواه، الحق اللي هو جواه، كل واحد فينا بيحمل هذا الحق أو بيحمل الله فيه. فهنا بيتكلم على كل هذه الصفات يشترك فيها الله الآب ويشترك فيها الله الابن والله الروح القدس، اللي هو الحق، اللي هو الحكمة أو الحكيم، اللي هو الحياة، اللي هو الحاجات اللي أنا ذكرتها من شوية، اللي هي المحبة، القوة، الفهم، المشورة، الجبروت، دي كلها صفات يشترك فيها الله المثلث الأقنين. في يوحنا الرسول، رسالة يوحنا الرسول الأولى، رسالة يوحنا الرسول الثالثة على 8، اتكلمت عن 4 على 8، يقول لهم فنحن ينبغي لنا أن نقبل أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق، عامل بالحق اللي هو الله نفسه. ويوحنا بنفس الرسالة على 12، ديمتريوس مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، الحق نفسه اللي هو الله يعني، والله هنا اللي هو الآب أو الابن أو الروح القدس. ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. في رؤية أصحاح 3:7 يقول اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. بيتكلم هنا عن السيد المسيح له المجد وبيديله صفة القدوس الحق. في رؤية أصحاح 6:10 اللي هم الشهداء، طبعا لما اتكلمت الكلام ده في المحاضرة عن الشهداء ذكرت هذه الآيات، ولك وصرخوا بصوت عظيم قالين حتى متى أيها السيد القدوس الحق لا تقضي وتنتقم لدماءنا من الساكنين على الأرض. دي كلها آيات بتكلم على الله الحق، تكلم على الله الحق، بل إن الله الحق أو الله الحكيم، الله القوي، الله الآيات اللي أنا ذكرتها من شوية دي، وأنا في حديثي عن الله الآب، حديث عن الله الآب، إحنا الله تبنانا، الله تبنانا لأنه خلقنا، كل خلقنا فهو أبونا، في حد ذاته هو أبونا. في تعبيرات كتير قوي 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 بيتكلم على أن الله أبونا، زي ما أنا ذكرت لكم في إشعياء ٦٣ وإشعياء ٦٤ بيتكلم على أن الله أبونا. أيضا في تسالونيكي الأولى أصحاح 3:11 يقول لهم والله نفسه أبونا، الله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، الله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم. وعشان كده بقول لك إيه الآن محبة الله الآب، الله الآب أو الله أبونا. تسالونيك الثانية صح 2:16، ربنا يسوع المسيح وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. دي كلها آيات بتدل على إن إحنا لما نتخاطب مع الله نقول أبونا، فمش بس في أبانا الذي في السماوات، لما نقف نصلي نقول أبانا الذي في السماوات، لا، أيضا احنا بنخاطب هذا الإله ونقول له أبونا، لأنه هو فعلا اللي جبلنا واللي هو أوجدنا، مفيش خالق خلق البشرية غير الله نفسه. كل هذه الآيات اللي بتتكلم عن الله الآب، هي في آيات كتير قوي قوي في الكتاب المقدس عن الله الآب، وحتى يمكن كلمة آب في اللغة العربية يمكن واضحة قوي، إن الألف بيحط عليها مادة كده من فوق، آب اللي هو يعني الأصل أو الجوهر أو اللي هو زي ما قلت لكم التعبير اللي كان بيستخدموه في التذاكر، التذكرة ذهاب وإياب، إياب يعني
المصدر الى الاصل مره ثانيه. في ايات كثيره في الكتاب المقدس بتتكلم على علاقه الابن بالاب. على سبيل المثال انجيل معلومة متى صح 11 وعدد 25: في ذلك الوقت قال يسوع: احمدك ايها الاب رب السماء والارض، انك اخفيت هذه الحكماء والفهماء وعلمتها للاطفال. نعم ايها الاب، هكذا صارت المسره امامك، وكل شيء رفع علي من ابي، وليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن، ومن اراد الابن ان يعلن له. مفيش حد يعرف طبيعه الاب ولا طبيعه الابن غير الاب. يعرف طبيعه الابن، والابن يعرف طبيعه الاب، ومن يريد الابن ان يعلن له. اللي هو عايز يعرف الابن، المسيح يعني قادر ان هو يعلن له ذاته. والايات اللي ذكرتها قبل كده على الثالوث اللي هم سيد المسيح له المجد، لهم لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعلموهم ان احفظوا جميع ما اوصيتكم به وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. باسم الاب والابن والروح القدس، هنا بيتكلم على الثالوث. في كلام السيد المسيح له المجد في صلاته الشفاعيه في انجيل يوحنا 13 14 و15 و16 و17، وفي بستان جسيماني كان بيتحدث السيد المسيح ده المجد كواخد جسدنا الانساني، صورتنا الانسانيه، واخد الجسد بتاعنا. عشان كده كان بيتكلم مع الاب: ايها الاب كل شيء مستطاع لي، فاجز عني هذه الكاس. وهذه الصلاه لا تعني ان المسيح اقل من الاب، لكن تعني ان المسيح اخذ طبيعتنا الانسانيه، طبيعتنا البشريه، وكان بيتكلم ويتحدث بلساننا، كان بيتكلم ويتحدث بلساننا. عشان كده صورة الضعف التي ظهر فيها مش صورته الإلهية، لأن هو صورته دي الصورة الإنسانية التي أخذها مننا، الصورة الإنسانية التي أخذها السيد المسيح له المجد مننا. هذه الصورة الإنسانية التي أخذها المسيح طبيعتنا، كان بيظهر إن هو محتاج ياكل، محتاج يمشي، محتاج ينام، محتاج إن هو يعمل كل أعمال الإنسان، لأن هو أخذ طبيعتنا كاملة لكي ما يرتقي بالطبيعة بتاعتنا الإنسانية ويوفي أو يرجع الإنسان إلى الجمال والصورة الإلهية التي فقدها الإنسان، الصورة الرائعة التي تناسى الإنسان من نفسه كده عندما أخطأ سمع وسيط الشيطان ولم يلتفت الى الله ولم يمشي وراء هذا الاله. عشان كده السيد المسيح جاء وردنا كده: وردت ان تجدده وترده الى رتبته مره اخرى. ايه الرتبه المره الاخرى؟ الرتبه اللي هي الاولى التي خلقنا الله فيها، انه نفخ في الانسان فصار ادم نفسا حيا، ولا يستطيع الموت بعد كده ان هو يسيطر على الانسان. فجاء السيد المسيح اخذ طبيعتنا. فبهذه الطبيعه كان يتحدث مع الاب، كان بلسان حالنا: ايها الاب اشكرك انك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وعلمتها للاطفال الصغار. نعم ايها الاب هذه المسر امامك. كل هذه الامور بلساننا، بلسان البشريه كواخذ جسد انساني، وايضا ان هو بيخاطب الاب اللي هو اصل الكل، هو اصلنا احنا يعني، اللي هو خلقنا واوجدنا. في آيات كتيرة قوي قوي في الكتاب المقدس تدل على العلاقة اللي تربط الآب بالابن، لكن العلاقة اللي تربط الآب بالابن اللي هي العلاقة اللاهوتية من خلال الأقانيم الثلاثة. عندما أخذ السيد المسيح له المجد جسدنا، فأضيفت أو أضاف لذاته طبيعتنا نحن أيضا، طبيعتنا. عشان كده قال لهم كده: كل شيء دفع علي من أبي. الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. عشان كده بدأ يتكلم على أن أعمال المسيح نفسها هي أعمال الآب. الآب مش بيعمل حاجة والابن ما بيعملش حاجة، يعني ما هوش أفضل منه. عشان كده في على سبيل المثال في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 5 من عدد 21: كما إن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. يعني هنا القيامة، إذا كان الآب بيقيم الأموات، المسيح بيقيم الأموات أيضا. ليه؟ لأن هو من ذات جوهر الآب، من ذات جوهر الآب. ما فيش حاجة واحد فيهم مختلف عن الثاني. زي ما قلت لكم الحياة كل واحد فيهم بيحيي طبعا، كل واحد فيهم خالق، نعم، لأن ما فيش حد فيهم يعني مميز عن الثاني
بصفة غير بس الصفات الأخنومية اللي هي الطبيعية فيه، اللي هي من حيث وجوده في اللي هو الأخنوم، اللي هو الآب آب والابن ابن والروح القدس الروح القدس، اللي هو الآب المصدر والابن اللي هو صورة الآب والروح القدس اللي هو المنبثق من الآب. هذه الصفات الإلهية أو في الجوهر الإلهي اللي هو الآب والابن والروح القدس. أما الصفات الأخرى، الصفات الأخرى الخواص الأخرى، كل واحد فيهم زي الثاني، مفيش حد فيهم مميز عن الثاني. عشان كده بقول لهم كما إن الآب يحيي من يشاء، كما إن الآب له حياة في ذاته، كذلك أيضا الابن له حياة في ذاته ويحيي من يشاء. بيقول كده: لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب، من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. احنا بنتكلم الكرامة اللي هو السجود يعني، واعتراف بأن هو المسيح مساوي او الآب، الابن مساوي للآب في الجوهر، او المسيح واخد جسد إنساني مساوي لله الآب في الجوهر. كما ان الاب له حياه في ذاته، كذلك اعطى الابن ايضا ان تكون له حياه في ذاته. هنا مصدر حياه، الاب مصدر حياه، وروح قدس ايضا كده الروح المحيي، كنا نسميه الروح المحيي. فالحياه، القوه، الخلق، الحكمه، الحكيم، كل هذه الصفات صفات مشتركه ما بينهم كلهم. عشان كده بيقول لهم: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا الآب أيضا قد ختمه، زي ما احنا شفنا في إنجيل معلم يوحنا صح 6: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. هذه مشيئة الآب الذي أرسلني، إن كل ما أعطاني لا يتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير. إنجيل معلم يوحنا صح 6، يا ريت كل واحد فينا كده يعني بيحاول يراه، عشان بيتكلم المسيح على صورته الإلهية، بيتكلم عن ان هو خبز الحياة، ان هو واهب الحياة، ان هو مصدر الحياة، كما ان الآب ايضا مصدر الحياة. عشان كده الإنسان الذي يعرف الآب معرفة حقيقية يستطيع ان يعرف الابن ايضا المعرفة الحقيقية. هختم الحقيقة هذه المحاضرة بالآية الحلوة اللي هي موجودة في يوحنا 10:30: أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، من رآني فقد رأى الآب، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، أنا والآب واحد، يوحنا 10:30، ومن رآني فقد رأى الآب، اللي هي في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 14 من عدد 9: الذي رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، يوحنا 10:30 ويوحنا 14:9. الآية دي هختم بيها عشان أقول إن الله الآب والله الابن والروح والله الروح القدس. الآب هو صورة، هو الأصل، و الابن هو صورة الآب، والروح القدس هو من يستطيع أن يكشف لنا هذه الحقائق الإلهية. الآب والابن والروح القدس، الإله الحكيم، الإله الخالق، الإله القادر على كل شيء، الإله الفهيم، الإله الحق، الإله مصدر الحياة والخالق، هو الذي نعبده. لهذا الإله الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، كل مجد واكرام وعزه وسلطان وسجود الان وكل اوان ظهر الدهور كلها، امين. امين. تعال ايها الرب يسوع، امين.